الغربال، هل جاءكم نبأ الأهلي؟ عرفتوا الأهلي بيتصرف إزاي؟ عرفتوا الأهلي وقت الجد كلمته بتبقى إيه؟ كابتن سيد عبد الحفيظ له تصريح قال لك أحيانا تتساوى الكفة مع المنافس لكن روح الفانيلا الحمراء تفوز، وفي أحيان أخرى تكون أقل وروح الفانيلا الحمراء تفوز، ولا يوجد شيء آخر يتساوى مع روح الفانيلا الحمراء. لكن الأستاذ حسن المستكاوي له تويتة كمان مهمة، لعب الأهلي وبيراميدز مباراة قوية، لعب الأهلي من أجل الأهلي ولعب بيراميدز من أجل بيراميدز، بعد أيام من كلام فارغ عن تفويت مباراة غيظا في الزمالك وكلام تافه عن تشجيع جمهور الزمالك للأهلي من عدمه، حرام عليكم الرياضة. لكن بعد المباراة والكل شاف الأهلي بيتصرف إزاي، غرد الكابتن وائل جمعة واحد من فرسان الجيل الذهبي في الأهلي، الأهلي ومثال آخر للعب بنزاهة وشرف وبدون حسابات، بالرغم من مخاوف إصابة اللاعبين الأساسيين قبل مباراة مصيرية في غياب بعض اللاعبين. يا رب نتعلم، يا رب نتعلم. رد الكابتن محمد أبو العلا نجم الزمالك اللي كان له مسجلة لطيفة مع الكابتن سيف زاهر حوالين هتشجع الأهلي ولا مش هتشجع الأهلي، قال لك لا أنا مش هشجع إلا الزمالك. طب شفت الأهلي وبيراميدز، يا ترى رأيك يا كابتن أبو العلا؟ قال الكابتن محمد أبو العلا الأهلي ما يقدرش يفوت، لم نسمع يوما أن الأهلي فرط في مباراة لأن له اسمه ووضعه ولا يمكن أن يفوت مباراة، الأندية الكبيرة لا تفكر في هذا إطلاقا. عايز أعلق، كله دلوقتي يدرك أن الأهلي ما يعملش كده ولا يمكن يعمل كده، والأندية عمل كده، والأندية الكبيرة ما تعملش كده. طب واللي يعمل كده يروح فين؟ هو صنفها خلاص ابو العيله. لا هو قال لك الانديه الكبيره ما تعملش كده. هو قال كده يعني في اطار ان الاهلي واخرين ما بيعملوش كده. طب واللي يعمل كده هنشوف بعد شويه، يروح العين السخنه ما اعرفش يعمل ايه. طيب بعد اللي حصل وبعد ما الاهلي انتصر للقيم الرياضيه وللعب النظيف، نشوف بقى المردود الاعلامي والصحافه. الأهلي وبيراميدز متعة بلا أهداف، تعادل سلبيا في أقوى مواجهات الدوري، أفشى أضاع الفوز الأحمر بعد طرد السولية، فريق أنتي يثبت تغير خريطة الكرة المصرية والشياطين من العيار الثقيل، وموسيماني يتفوق في الاختبار الحقيقي. وقال التحليل أثبت لاعبو الأهلي أن فريقهم من العيار الثقيل وكانوا قريبين جدا من الفوز رغم النقص العدد الحاد إثر غياب رامي ربيعة والتونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو قبل أن يتصاعد هذا النقص من خلال قرار الحكم محمود البنا بطرد عمرو السولية. أنا عايز أتوقف عند العنوان، أول جملة، الأهلي والبيراميد متعة بلا أهداف. من النادر أن يكون هناك متعة بلا أهداف، من النادر. ولكن أحداث هذه المباراة أضفت الإثارة والمتعة وكمان السياق بتاع المباراة وضعها وتأثيرها على مجريات الأمور ودور الأندية في مشوار البطولات الإقليمية ودور النادي الأهلي، والناس الديبيت اللي حصل هيفوت ولا هيلعب جد ولا هيعمل. فالمتعة جاءت من هنا إن الأهلي يطرد، يتعور له لعيب مهم جدا بعد 8 دقايق، يطرد منه لعيب مهم جدا جدا بعد تلت ساعة أو 25 دقيقة، تجي له ضرب الجزاء في نهايه المباراه تهدر 41 الشوط الاول، في نهايه الشوط الاول قصدي، يتم اهدارها، كل دي تهد اي فرقه، ثلاث احداث يهدوا اي فرقه. ولكن يخش النادي الاهلي لينتفض ويقاوم ويضيع فلوس فرص ضيع اهداف فلوس. طيب انت راجل اقتصادي خليك في الفلوس، يضيع اهداف ويكسب احترام. هنا يعني صارت المباراه، وفي نفس الوقت لعب بيراميد بجديه اكثر من اي مباراه اخرى، لان مفهوم انه لو كسب دوافع قويه، هو لو كسب يبقى الثاني، يبقى فضل مباراه ويبقى الثاني ويلعب في دوري الابطال، ودي كانت هتبقى نقله نوعيه ليه.
فجديه الاهلي واستقتال المنافس ودوافعه عملت هذه الاثاره وهذه المتعه. طيب كمان بعد طرد السوليه واصابه كهربا الاهلي ب10 اجتاز موقعه بيراميدز الخطره. أزاروا في الاتفاق وعروض وفرص لكهربا يانون وبيكهام في الاهلي قريبا. يانون المغربي وبيكهام بدر بنون وبيكهام في الاهلي قريبا فرص لكهربا أزاروا في الاتفاق. وهنقرا كلام كتير على أزاروا لانه هتشوفوا عنوان بعد كده الاهلي باع أزاروا بتراب الفلوس. مش بتراب الفلوس ولا حاجه، تفاصيل اعتقد جيده جدا لصالح الاهلي. تحب نعلق عليها دلوقتي؟ اتفضل. انا احب ان كان امير يطلع هو يعلل لنا. هو أزاروا كان على مرحلتين، الفتره الاولى اعاره الاهلي خد مبلغ وبعدين البيع النهائي. طيب الناس عماله تقيس على ان النادي الاهلي كان طالب فيه 10 مليون دولار من سنتين، فاي مبلغ تجيب مليون مليون ونص هيقول لك تراب الفلوس. لكن السياق مختلف. انت أزاروا لما كنت بتطلب هذا اولا وقتها جالك 5 مليون ما جالكش 10، الخمسه التانيين ما حدش رضي يضمنهم لنا. انما السياق مختلف. انت كنت بتبيع هداف الدوري، هداف الدوري وقتها وكان فاضل له 3 سنين في عقده. دلوقتي دي اخر سنه لأزاروا، يقدر من الانتقالات الشتويه مش محتاج النادي الاهلي في حاجه. يقدر أزاروا يروح يوقع لاي نادي مجاني. اذا انت في الاربع شهور دول بتاخد فيه المبلغ اللي تقدر عليه. فهي صفقه جيده بكل المقاييس. أزاروا في الاتفاق السعودي زي ما المهندس عدلي أشار بثلاث حاجات مهمين جدا، الأهلي واخد 800,000 دولار. رقم اثنين الأهلي واخد 40% من الاتفاق السعودي من عائد بيع أزاروا لاحقا. أي عرض هيبيع بيه الاتفاق السعودي وليد أزاروا لأي نادي، رقم واحد الأهلي هياخد 40% وله حق الشراء. لو الأهلي عايز يسترد يسترد. بيسموها الفيرست ريفيوزل. أيوة. يعني لما يجي يبيعه جاه فيه مبلغ. بالظبط. والاتفاق عايز يبيعه. لازم يعرضه على الاهلي بنفس المبلغ الاول. ايوه. فانت لو في ساعتها محتاجه هتسترده. النقطة الأهم بقى وليد أزاروا رقم واحد إنه بعد شهرين يبقى لاعب فري، يعني في يناير اللي جاي يبقى باقي له 6 شهور في عقده فحقه ينتقل، فأنت بتبيع لاعب في مرحلة مهمة جدا اقتصاديا وتسويقيا ليك، دي شطارة. انك انت في الوقت الميت قوي في الفترة الحرجة جدا انت بتبيعه ب 800,000 دولار، تاخد 40% من عائد البيع، تاخد حق الشراء مستقبلا. فاعتقد كان دي المهم جدا بين الاهلي والاتفاق السعودي اللي الناس بتنتقده. وكان في تسوية طبعا 100,000 دولار مستحقة للاهلي لدى الاتفاق السعودي عن اعارة وليد أزاروا من قبل. طيب محمد يوسف له تصريح مهم جدا ينم عن شخصية ولاد الأهلي بقى. محمد يوسف كانت الشائعات الإعلامية كلها أو التكهنات رشحته لتولي مهمة قيادة الفريق بعد ريني فايلر ما مشي. لكن يوسف لجنة التخطيط ارتأت سريعا التعاقد مع بيتشو موسيماني، تم التعاقد معاه. محمد يوسف بيقول يرفض النية السوداء مع دعم موسيماني، وبيقول لك أنا في ظهره لأني تربية الأهلي. وبيأكد الكابتن محمد يوسف لما نزلت بيان أدعم فيه موسيماني بعض الناس قالت لي تلاقيك كنت عايزها لنفسك أو تلاقيك كنت عايزه يخسر ويمشي عشان تمسك مكانه. قلت لهم أنا تربيت في الأهلي وتعودت أصلح بيتي وعشان كده ربنا كرمني وخدت دوري أبطال أفريقيا والسوبر مع الأهلي وهما أكبر بطولات أفريقيا. وقال اخلص في عملي ونيتي صافيه لله، ماليش في النيه السوداء، اشتغلت مع البدري وفايلر وغيرهم وساعدتهم ووقفت في ظهرهم وكنت مرشح لتولي تدريب الاهلي قبل موسيماني، لكن حاليا احترم قرار المجلس، انا في ظهر موسيماني وسادعمه ونفسي يمشي كويس وربنا يوفقه ان شاء الله. هو اشتغل مع لسارتي مش فايلر، سلم الفرقه لفايلر. لكن محمد يوسف هنا بيدي مثل اعلى، بيدي نموذج لأولاد النادي. فعلا هي المسألة مش مسألة يا فيها يا خفيها، يعني إذا اشتغلت بالمنطق ده إن أنا إذا ما كنتش موجود أبقى حاقد ومغلول وأتمنى الشر
وخانوني وخدعوني والكلام ده نموذج لواحد تمرد فيه تربيه الاهلي. تمرد فيه تربيه الاهلي، ده كلام مهم جدا. الاقي عنوان تاني، الاهلي يتحرك لبقاء احمد فتحي لنهائي دوري الابطال ويبيع ازارو عربيا بتراب بفلوس او بتراب الفلوس. شفتوا تراب الفلوس عامله ازاي عشان تبقى المساله واضحه؟ شرحناها بقى خلاص. لكن بالنسبه لاحمد فتحي، لانه الاقي برضو جورنان او مجله التناقض في العنوان، تعديل القيد من اجل عيون الاهلي. تعديل القيد من اجل عيون الاهلي تقرا ده الاتهام انه اتحاد الكره بيجامل النادي الاهلي. تقرا في نفس الجورنان اول سطر، استجاب مسؤول اللجنه الخماسيه لطلبات الاهلي والزمالك وبيراميدز باحداث مرونه وتعديل على البند الخاص بفتره قيد اللاعبين في اللائحه اللي اصدروها. هو هنا يعني بس عايز اعلق في الحته دي، العنوان والسياق والمتن زي ما بيقولوا. لما يبقى المتن ان الثلاث انديه ليهم مصالح واتحاد الكوره منطقي وطبيعي يعني يستجيب لطلباتهم، امال هيستجيب لطلبات مين؟ ما لازم يريح انديته. صحيح. لكن لما تيجي في العنوان عشان تشد الانتباه تقوم تختزل وتاخد الاهلي من السياق العام وتقول ايه من اجل عيون الاهلي. انت كده خلاص لخصت الامر. انحياز. يبقى هو مش انحياز، يبقى هو الاهلي هو البياع، الاهلي هو اللي لما تكتب اسمه بالطريقه دي تلفت الانتباه، يبقى انت خدت الاهلي في حته لوحده، مش الاهلي اللي بيحط نفسه في المكان. الاهلي عمره ما ادعى مكانه، الناس تضعه حتى اللي عايز يسيء اليه هو اللي بيحطه في هذه المكان. طيب هنطلع لفاصل، بعد الغربال في كلام كتير جدا وناس كتيره هتتمسك من عظمة لسانها.